والله الذي لا إله إلا هو. اليوم الأول كان في نقابة المحامين يوم محلفة اليمين قدام الأستاذ أحمد الخواجه، واليوم الثاني اللي أفخر به إن أنا محامي بعد 38 سنة كان 15 واحد يا معالي النقيب، أقسم بالله العظيم، لأنه اليومين في حياتي ليهم مردود. أنا مع البيان اللي حضرتك تصدره والمجلس يصدره بشكر كل الناس اللي جات وصحيت واحدة ولا 12 وفضلت 24 ساعة لغاية ما روحت بيوتها تاني.